استاذ هاني. اليوم عندنا مسابقة راح تعجبكم كثير، 5 رابحين راح يفوز كل واحد فيهم بقسيمة شرائية بمبلغ 100 ليرة لكل قسيمة من محلات ديمو. شروط المسابقة سهلة كثير، الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وكتابة تعليق، أفضل تعليق راح يكون بقناة عائلة هاني راح يفوز معنا بالقسيمة. كل يوم راح يكون عندنا فائز، راح يسلم الجوائز شخصيا الأستاذ محمد. طبعا التعليق راح يكون بقناته، رابط قناته بالوصف، الكل يروح قناته ويكتب التعليق عنده، والجوائز تستلموها مني شخصيا. شو عم تعملي يا بنتي؟ اشرب ماء، ساعدني اشرب. ما فيكي ماء؟ ايه. من عيوني. كيف عم تاكلي؟ تمك؟ طب يا بنتي مين هذا غيابه؟ هذا جيراننا. هن الأفقياء؟ ايه. طب هن شايفين انه انت ايدك مقطوعة ما فيك تاكلي، يعني بيعطوك اياها؟ انا بعرف اللي بدي يعمل الخير بكمل الاخر، بيقول مثل اذا عملت خير كمل الاخر، اذا طعمت شبع، إذا ضغطت وجهك. على كل حال كتر خيرك، رح طعميكي بإيدي أنا. عن جد عمو الله يكتر خيرك، الله يوفقك يا عمو. الله يعينك يا بنتي. ولو إني تأخرت على الشغل بس ما رح أتأخر عن عمل فعل الخير لوجه الله. والله صورته أخي 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 هذا جوالك صح؟ وين؟ إيه هذا جوالي. وين كان؟ أنا كنت ماشي من هون شفت الجوال بالأرض، شلته وشفت صورتك عليه. آه ناديت لك مشان ما تروح. خلد عناك
شكرا كثير لك، شكرا كثير. لا يا خيي هذا واجبي، الله يوفقك. عمو الموبايل 2000 ليرة ما أخذه، وأنا دنيت نفسي على جزدان مشان 50 ليرة. أخي استاذ خاطر في شي ثاني؟ لا مو أنت بس، لقيت هذا الجزدان، هذا لك شيء؟ لقيته بالأرض منك يمكن، هي جزداني لقيته بالأرض، فهلت موسم لازم أرجع لك. لك تسلم يا طيب، تسلم والله، فضلت على راسي عن جد، بتشكرك. انا فيه هويتي، فيه بطاقتي، فيه كارت البنك، فيه كثير شغلات، حضر مصاري، عن جد بتشكرك من كل قلبي. روح يا زلمه، انا ما عملت غير واجبي، بدك شيء اخر.